Another. I have a PhD in water resource management. I work as team leader and senior researcher for sustainable development pillar at WANA Institute. Before starting with the subject, please allow me to introduce WANA. WANA stands for West Asia and North Africa Institute. We are located at the RSS, Amman. WANA is an independent nonprofit organization, policy think tank. We provide research, evidence-based research, actually, that covers three main pillars: human security, sustainable development, and social justice. And the social justice is divided into pillar or sub-pillar, economic growth and civil society. So today I'm here to present one of the sustainable development pillar project, which is called Decoupling National Water Needs for National Water Supplies Insights and Potential for Countries in Jordan, in the Jordan Basin, and I will concentrate in Jordan case study. This project is implemented between 2016 to 2017, but it's good to mention that this project has three phases. The first two phases is funded by the British Council, and the third phase, which is implemented nowadays, it's funded by the Dutch RVO. So the objective of this project is to analyze the water allocation and management experience in Jordan using the lens of economic and resource decoupling to highlight past trend and future potential. هلا بتخيل كثير منا عم يسأل من اللي قاعدين انه ايش قصدنا بالواتر ديكابلينج؟ ايش احنا عم نحكي؟ انه ووتر ديكابلينج احنا بنسمع ووتر برودكتيفيتي ووتر افيشنسي، بس ووتر ديكابلينج بتخيل كان الي وبتخيل الناس قاعدين شيء كونسبت جديد. هلا الووتر ديكابلينج يعني احنا عندنا ريسورس ديكابلينج هاز بيكم ذا كي كونسبت اوف ذا جلوبال ديسكورس فور ناتشرال ريسورس مانجمنت، بس ايش بنعني بهذا الكونسبت؟ الفكره منه انه احنا بنقدر نحقق التنميه الايكونوميك جروث من غير ما نزيد استهلاك بالكميات المائيه او باستهلاك الناتشورال ريسورسز الموجوده عندنا الموارد الطبيعيه وبنفس الوقت بنحافظ على البيئه ما بنعمل اي نيجاتيف افكت للبيئه اللي موجوده حوالينا. هلا احنا بهذا البروجكت حددنا اربع انواع من الديكابلينج: economic decoupling, food trade, agriculture water use efficiency, water recycle and desalination. هلا for the economic ايش بنعني فيها؟ يعني greater revenue per unit of water. يعني بنصير نعطي الميه للسكتور او القطاع اللي عم يعطينا مردود اقتصادي اكبر باستخدام هاي الكميه من المياه، خاصه انه احنا بالاردن احنا وي ار ذا سكند ثاني افقر دوله مائيه بموضوع المياه. هلا بالنسبة لثاني نوع من الديكابلينج هو الفود تريد، ايش بنقصد فيها؟ بنقصد فيها انه بتخيل احنا هون كلنا بنحكي عربي صح؟ اوكي، هلا الفود تريد بنقصد فيها انه نصير بدال ما نزرع المحاصيل اللي عم تستهلك كميات مياه عالية وبالمقابل عم يكون مردودها الاقتصادي واطي، بنحاول نستوردها من برا تو امبورت بدال ما نزرعها، انا هون ما بعني انه الغي القطاع الزراعي ابدا، بس انا عم بحاول اعمل استدامه لهذا القطاع عن طريق استخدام الميه بطريقه اكفأ بزراعه المحاصيل اللي بكون لها مردود اقتصادي اكثر والمردود الاقتصادي اقل بحاول اجيبها من برا البلد. هلا ثالث نوع بتخيل كلنا بنعرفه هو اجريكلتشر ووتر يوز افيشنسي، زياده كفاءه المياه المستخدم في قطاع الزراعه عن طريق استخدام نيو تكنولوجي نيو اريجيشن سيستم اكسترا. رابع واحد هو الووتر ريسايكلينج اند ديسالينيشن، يعني احنا بتخيل احنا منطقتنا وانا ريجون او مينا ريجون احنا كلنا بنعاني بنقص في كميات المياه وضعف في الاداره وتوزيع هاي المياه. بالمقابل عندنا الكثافه السكانيه كل ما فيها عم بتزيد، فعشان نحاول نقلل من البريشر على المياه ونقلل الجاب بين السبلاي والديماند بين العرض والطلب لما نروح على نلاقي مصادر اخرى للفريش ووتر مثل ووتر ريسايكلينج اند ديسالينيشن. قلت لكم احنا الكيس ستادي تاعتنا الاردن، ومثل ما ذكرت انه احنا الاردن هي ثاني افقر دوله مائيا، عندنا الفرق بين الووتر ديماند والووتر سبلاي 400 مليون كوبيك متر بير يير، تقريبا بتتراوح بين كل سنه من 350 ل 400. مصادر المياه عندنا بتتشكل بثلاث اربع مصادر: المياه الجوفية، المياه السطحية، والمياه الترانس باوندري والانكونفنشنال ووتر ريسورسز. وجدير بالذكر انه احنا كبلد الاردن 40% من الووتر ريسورسز تاعتنا مشتركة مع الدول الاخرى، واحنا داون ستريمز بكل الاتجاهات
من الشمال من الجنوب من الغرب من الشرق، احنا داون ستريمز، يعني احنا دام تيجينا المي من برا، مش احنا عم نكون انه ونبعتها لحدا ثاني. كقطاعات المستخدمه بالمياه او المردود الاقتصادي، هلا احنا عندنا بالاردن القطاع الاقتصادي مين اللي عم يجي من قطاع الخدمات، والكونتريبيوشن تبعه عم بيكون 86.3%. بالمقابل قطاع الزراعه عم يعطيني للجوردن جي دي بي اونلي 3.8%، 3.8%، علما انه هذا القطاع عم يستخدم 54% من مصادر المياه الموجوده جوا البلد. فين احنا هون بنطلع على الدي كابلينج، انا اوريدي عندي كميه مياه كبيره عم بتروح لهذا القطاع، والمردود الاقتصادي فيه ما عم بيزيد عن 4%. فهون احنا طلعنا بهذا البروجكت في كويشن مارك هذا الموضوع. هلا انا قلت لكم يمكن القاعدين بيحكوا طب احنا دائما بنعرف اريجيشن تكنيك، دائما بنعرف انه فول تري تو امبورت، فموضوع الدي كابلينج مش موضوع جديد بالأردن، احنا ماشيين فيه تقريبا من السبعينات بلشت المملكة تتوجه لهذا الاتجاه. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، احنا وين من هذا الموضوع هلا، وكيف ممكن تو انهانس ات، شو البوتنشال اللي عندنا اياها تو انهانس ذس دي كابلينج. هلا بهاي البرزنتيشن راح نوضح اربع انواع ممكن انه احنا نزيد الووتر سبلاي عن طريق زياده معالجه المياه العادمه، وممكن نقلل من كميه المياه المستخدمه عن طريق استيراد البذور والمنتجات الزراعيه، وعن طريق استخدام نيو تكنولوجي، وعن طريق ووتر الوكيشن بتوين سيكتور، توزيع المياه بين القطاعات. فراح ابلش باول واحده هي الويست ووتر، ويست ووتر ريسايكلينج. ما راح احكي عن ديسالينيشن لانه احنا كاردن ما نحكي عن ديسالينيشن بده تكلفه كثير عاليه، فرح نخلينا بالريسايكلينج على الإشي اللي إحنا بنقدر نعمله. بناءً على الداتا اللي موجودة بوزارة المياه، عنا بالأردن بس 30% من الووتر دوميستيك يوز عم بيصير لها ريسايكلينج، وإحنا بنعرف قد إيه إحنا البوبوليشن جروث صار في عنا زيادة نتيجة للأوضاع السياسية بالمنطقة، ونطينا كتير. فلما يزيد البوبوليشن بالمقابل راح يزيد كمان الدوميستيك يوز، وراح يزيد الويست اللي طالع من الدوميستيك يوز. فليه ما نزيد كميه المياه المعالجه العادمه المعالجه؟ فعملنا اسامبشن اذا احنا زدنا كميه المياه المعالجه من 30% ل 60% بنكون عملنا ريكفري ل 257 مليون كيوبيك متر بير يير. بس اكيد حتى نعمل مثل هيك بروجكت احنا ما بنقدر نيجي هيك من الفضاء ونحكي يلا بدنا نزيد هذا الشيء، هذا الشيء بده نتورك، بده بوليسي معينه، بده انفراستراكشر كبيره، بده مصاري كمان كبيره، لانه لحد هلا في كثير من مصادر المياه او مصادر المياه العادمه مش موصوله مع محطات التنقيه، فهذا الشيء كلياته بده انفراستراكشر. الشيء الثاني اللي هو الفود تريد، احنا بالاردن عندنا 62% من اول محاصيلنا عم تيجي من برا الاردن، فبلشين بهذا الموضوع. فدرسنا احنا المحاصيل اكثر شيء اللي عم نزرعها، وشفنا قديش عم تستهلك مية، وبالمقابل لقينا انه في عنا 6 محاصيل ممكن نقلل من استخدامها حتى تزيد المي، مثل البطاطا، التفاح، النخيل، القمح، والبصل، والموز. هلا بهذا التابل بيوضح قديش الافرج ووتر يوز من سنه 2009 ل 2014 لهدول الست محاصيل اللي احنا لقيناهم اكثر محاصيل عم تستهلك كميات من المياه. وحطينا فرضيه اذا احنا قللنا مساحات الزراعيه لهدول المحاصيل للنص رح نوفر 52.5 مليون كوبيك متر فرير. الشيء الثالث اللي عملناه هو الاجريكلتشر ووتر برودكتيفيتي. صراحه بهذا الموضوع احنا اشتغلنا على تو كونسبت، واحد بالافيلبل داتا، اخذنا الداتا الموجوده بوزاره المياه ووزاره الزراعه، وبالمقابل كمان نزلنا على الفيلد. ليه عملنا هيك؟ حتى بالاخير نعرف الافريج ناشونال ووتر يوز بير كروب تون فور كي كروبس، يعني ووتر برودكتيفيتي بمعنى ثاني قد عم نحط مي قد عم يعطينا انتاج. اول مرحله اللي هي الافيلبل داتا قلت لكم اخذناها من الوزارات، ودرسنا 56 محصول مزروع، وبعد هيك رجعنا نقينا من 56 14 محصول اللي هم عم يستخدموا المي اكثر شيء، واللي هم اكثر شيء منتشرين ان كان في منطقه الجوردن فالي او منطقه الاراضي المرتفعه. هاي عن طريق انترفيوز.
ببلش باول شيء بالgovernmental data، اخذنا هدول الداتا وشفنا قديش الوزارات عم تحسب قديش الكونسبشن، وعملنا احنا حساب لحالنا، شفنا قد المساحات المزروعه وقد الكروب ووتر ريكويرمنت على حسب الاي تي نود وهالموضوع هاي وبيرمان مونتيت ايكويشن، لقينا في جاب بين القراءات اللي جاي من المؤسسات والوزارات الرسميه وقراءاتنا احنا كمحد وانا ب 110 مليون كوبيك متر. هدول الوزارات عم ما بدي احكي بتجاهلوهم، بس هدول الفرق بيننا وبينهم، فاحنا عزينا هذا الموضوع للاستخدامات الغير مرخصه الليجالز ويلز، انه احنا بنعرف بالاردن في عندنا نص الابار غير مرخصه ويمكن ما عليهم تدقيق قديش كميات المياه المستخدمه. الموضوع الثاني بعد ما خلصنا هيك نقينا ل 14 محصول ونزلنا على المزارع. هدول 14 محصول عم بيستهلكوا 68% من الكالتيفيشن كونسومشن لهدول المحاصيل. فلما نزلنا على الفيد لقينا انهم ممكن احنا نوفر ب 168.4 مليون كوبيك متر اذا بس وفقط بس حسنا الاريجيشن سيستم المستخدم هدول المزارع. لقينا الاريجيشن سيستم افيشنسي عم تتراوح بين 40 ل 60%، وهذا بيعني انه احنا في عنا لوسز من 60 ل 40% من المي عم تروح هيك هباء، بس لو حطينا وزدنا الاريجيشن افيشنسي هالقد بنوفر. هلا اوفر اول على الشيء اللي حكيته، اذا استخدمنا زدنا استخدام الويست ووتر تريتمنت وفرنا 257، اذا عملنا امبورت سبستيوشن عم بيزيد عندنا 52.5 مليون كوبيك متر، ونفس الشيء الووتر افيشنسي هالقد. فهدول كلهم مع بعض اذا انشغلوا مع بعض ممكن احنا نوفر كميات مياه هائله بالاردن وبطريقه ما بدي احكي سهله بس ممكنه. بس منيجي بنحكي عن الشالنجز. هلا انا قلت لكم الشالنجز اللي موجوده اذا استخدمنا الويست ووتر كانفراستراكشر وكهاي المواضيع، بس لما نيجي نحكي كمزارعين، المزارعين بيعتبروا الاجريكلتشر عباره عن ثقافه اجري كلتشر، فانا لما اروح عنده كمزارع من زمان عم يزرع واحكي له عمي بدي تغير هذا المحصول، وقتها بدي يصير في مشكله لانه هذا الشيء مبني بثقافته، فانا اي هاف تو جين ذير تراست، لازم بس اقدمهم الفكره ازدلهم ادربهم كيف يعملوها، اقنعهم انه في لها بالاخير ادد فاليو. موضوع ثاني، هلا انا لما بدي احكي بدي استخدم مثلا بدل ما ازرع هاي المحاصيل ازرع محاصيل اخرى، طيب المحاصيل الاخرى اللي بده يزرعها المزارع متعود على سوق معين يودي هاي المحاصيل، لما بدي اجي احكي له خد هاي المحصول الجديد بده اوفر له سوق، اجباري لازم اوفر له سوق حتى يقدر ينتدبه ويقدر يزرعه عنده، حتى نقلل من الريسك الموجود. وفكره انه تقلل زراعه بعض المحاصيل هاي ممكن يكون في يتخللها مشكله بالعقد الاقتصادي اذا كانت المزارع صغيره وعم يعتمدوا اعتماد مباشر على العقد الاقتصادي اللي جاي من الزراعه. فبالاخير اللي بدي احاول اوصله انه لما نيجي نعمل بوليسي او نيجي نعمل اي بحث إله دخل بمواطنين على أرض الواقع، لازم بالأول ندخلهم بالأول بالموضوع to involve them to build their ownership، نخليهم موجودين بكل شيء بدنا نعمله لنقدر نكسب their trust ونسمع منهم هم إيش بدهم. هلأ إحنا عملنا هذا الشيء بس نسمع منهم هم إيش بدكوا، أنتوا بدكوا هيك، إيش البوليسيز اللي أنتوا حابين تغيروها. وعشان هيك أنا قلت لكم إنه إحنا في عنا ثالث فيز من هذا المشروع هلأ ماشي وهذا اللي عم نشتغل فيه. بثالث فيز إحنا بعدنا عن الأرقام، درسنا البوليسي، رحنا على كل البوليسيز اللي موجودة والاستراتيجيز اللي لها دخل بالقطاع الزراعي، إن كانت بوزارة المياه، وزارة الزراعة، وزارة الطاقة، وزارة البيئة إلى آخره، درسناها، رحنا على المزارعين، قعدنا معهم بفوكس جروبس، جمعناهم، سألناهم على المحاور إحنا طرحناها، وقلنا لنشوف قديش قابليتهم لا 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 ليكسبوا هذا التغيير وشو اللي بدهم يوصلوه للبوليسي ميك، لانه دائما المزارع بيحكي لك انه انا في عندي جاب ما عم توصل فكرتي لاصحاب القرار. وبنفس الوقت خلصنا هاي الفوكس جروب، عملنا فوكس جروب ثانيه مع اصحاب القرار، صارت هاي تقريبا اي ثينك قبل اسبوعين، ووصلنا المسج اللي اعطوني اياها المزارعين. وأكوردنج هلا عم نحاول نعمل ريبورت in order to decrease the gap between the policy maker and the farmers to involve them with this process from the early beginning. هلا it's worth mention at the end that this project is implemented with a partnership of University of Oxford. And thank you for your attention.